أكد سعادة السيد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية أكد التزام مملكة البحرين الدائم باحترام حقوق الإنسان وصون حرياته قانونا وواقعا وتطبيق الإجراءات القانونية في مكافحة التطرف والإرهاب وترسيخ العدالة وتفعيل مبدأ الشراكة البناءة مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان بما في ذلك التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان. كما شدد سعادة مساعد وزير الخارجية على أن حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والنقابات وممارسة العمل السياسي والنشاط الحقوقي مكفولة وفقا للدستور والقوانين، شريطة أن تكون على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية مع عدم المساس بأسس الدين والنظام العام، وألا تقوم على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وعدم التحريض على عداوة عرقية أو قومية أو كراهية دينية. جاء ذلك لدى اجتماع سعادة السيد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري بالمفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين في مقر الأمم المتحدة في جنيف، حيث عبر مساعد وزير الخارجية عن الاهتمام والتقدير للدور الكبير الذي يقوم به المفوض السامي في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما تم مناقشة سبل تعزيز العمل الثنائي والاستفادة من الخبرات والبرامج التي تطلع بها المفوضية مع الدول. وخلال الاجتماع قدم سعادته دعوة رسمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة مملكة البحرين بهدف رفع مستوى التعاون في العديد من المجالات الحقوقية بما في ذلك برنامج الدعم الفني وبناء القدرات وتبادل الخبرات. وقد رحب المفوض السامي بمساعد وزير الخارجية والوفد المرافق له مثنيا على حرص مملكة البحرين على التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتطوير سبل العمل المشترك في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة في مسار تشجيع وتعزيز حقوق الإنسان. كما قدم المفوض السامي الشكر والتقدير على الدعوة الكريمة والعمل على تنفيذها في القريب العاجل.